ما هي المصالح المرسلة أصوليا حتى يكون التيسير على جميع المشاهدين؟ الشريعة الغراء هذه جاءت بتحصيل كل مصلحة ودرء كل مفسدة، فتحصيل المصالح وتكسيرها أصل من أصول هذا الشرع، مقصد عظيم من مقاصد الشريعة، ودرء المفاسد وتقليلها مقصد عظيم من مقاصد الشريعة. والمصالح أقسام ثلاثة تيسيرا: مصالح ضرورية، مصالح حاجية، مصالح تحسينية. المصالح الضرورية قد تتعلق الحياة بها، ما يستطيع أن يعيش بدونها، وهذه تتعلق بخمسة الدرات الخمس: الدين أولها الدين، أهمها الدين، الدين، النفس، المال، العرض، العقل. لذلك حرم تحريمات التي تؤثر العقل كالخمر، أمر بقطع يد السارق من أجل الحفاظ على المال. هذه الدرات الخمس، فهذه مصلحة تكون مصلحة ضرورية، مصلحة تكون مصلحة حاجية، يضيق على الإنسان يجد الحرج إن لم يأتي بها، كفي التعاملات والمتبادلة كما نضرب الأمثلة إن شاء الله. التحسينية مسألة ترفيهية زيادة كمال، فواتها لا يؤثر عليه حرجا ولا ضرورة، لكن يقلل من الترفيه والكمالات، والدنيا الزهد فيها أولى في هذا الباب. الغرض المقصود إذا قلنا مصالح ضرورية كالقصاص، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، شوف الله تعالى بيّن هذه مصلحة، قتل القاتل مصلحة عظيمة جدا لولي الأمر، طبعا هذه الرعية والمسألة منوطة بولي الأمر، والله ماذا سماها؟ سماها حياة، لأن كل من يهجم على أن يقتل أحدا يعلم أنه سيقتل يقول حياتي أولى، حياتي أولى. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، كقطع اليد، شوف المصلحة فيها، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. لما؟ لإحياء أموال الناس جميعا، ردع من يسرق الناس. كلما رأى المرء في ربع دينار يعني سات درهم تقطع اليد، ويد سمينة ليست بعينة، تعرفون اليد لها نصف دية، يعني لها 50 من الإبل، كم يكون عندما كانت طبعا حرة أبية ولم تكن خسيسة دنية في السرقة، فإن كانت خلاص هانت تعز عندما تكون عفيفة وتكون غنية. فالغرض المقصود بأن هذه مصلحة ضرورية. المصلحة الحاجية أنا لو ما تعاملتش بالبيع بالدرهم والدينار والشراء والمضار، أنا معي مال ورجل متقن جدا في العمل وما أدري ماذا أفعل، تركت المال هيضيع وتضيع والصدقة تأكله، والرجل جالس بلا عمل سيموت، يبقى أنا وهو نتعاون على البر والتقوى، ويحتاج كل واحد منا للآخر، أعطيه المال فيضارب به، فهذه الحاجيات. التجارة، البيع والشراء، الإجاب والقبول، هذا كله من الحاجيات. مصالح التحسينية هي مسائل الترفيه كمسائل الفطرة خمس. المصلحة المرسلة هي التي لم يأتي الشرع بالنهي عنها، ولم يأتي الشرع بالأمر بها،